تارس ايدا هاوس. توقف. سعر الدولار، سعر الدولار راحت حكومة السيد الكاظمي للتفكير برفع سعر الصرف من 120 الى 147 السعر الرسمي على ما اعتقد، او 145 السعر الرسمي، وسوى ينباع 127. الحكومه اعتمدت بطريقه او باخرى على ورقه اصلاحيه اسمتها الورقه البيضاء، وافترضت ان السعر الحقيقي للبيع، سعر الدولار الحقيقي للبيع هو 145 وليس 120 كما كان يباع سابقا. بهاي الأثناء اشتكوا بعض الخبراء، بعض الناس قالوا هذا أثر على الطبقات الهشة من المجتمع. هل يرى السيد آوس بأن إرجاع سعر الدولار إلى ما كان عليه هو واجب استراتيجي له كنائب مقبل لديه رؤية، أم الإبقاء عليه عند 145؟ وفي الحالتين السؤال لماذا إذا كان إي ولا لا؟ سيدي الكريم، أولا الورقة البيضاء أنا يمكن أطلق عليها باعتباري مستقل، ما منتمي، أعتقد أنه هي ورقة سوداء على الشعب العراقي. صارت كل الحكومات في العالم وفي كل الدول التي تحترم شعوبها تحاول دائما أن تعزز قيمة العملة العملة دولتها، إلا العراق يحاول أن يضعف قيمة العملة العراقية، أو يحاول أن يضعف قيمة العملة داخل الشارع العراقي. تأثرت تأثرا سلبيا بهذا الارتفاع المفاجئ، سببت بمشاكل كثيرة، سببت بإفلاس الكثيرين، قطعت أرزاق ذوي الدخل المحدود ومعدومي الدخل، قطعت أرزاق الكثيرين، الحاجة، سعر السلع الاستهلاكية للمواطن العراقي ارتفعت بشكل مفاجئ، هو يستلم نفس الراتب. العملية كانت أنا أسميها أشبه بالعملية الاحتيالية، حتى ما يقطع الرواتب وتصير ثورة الموظفين، قاموا برفع سعر الدولار حتى باعتبار أنه هو ينطي الموازنة بالدولار ويحتسب سعر قيمة النفط بالدولار كما تفضلوا زملائنا الآن بالاستوديو، اللي حاولون دائما إيش أنه يقللون من رواتب الموظفين، قاموا برفع سعر الدولار حتى التفافة على الشعب العراقي باعتبار أنه والله رفع سعر الدولار إحنا ما عندنا. أنت يا أخي الكريم إذا تفكر بسياسة إصلاحية اقتصادية حقيقية يجب أن تدعم دينارك العراقي، يجب أن تقويه. كان الدينار العراقي بثلاث دولارات، وعلى زمن الملوكية كانوا بكذا يقاس بالذهب، لكن يعني إن الله بالحالتين انتهى الوقت. الله يحفظك. أنت ضد رفع سعر الدولار، وستسعى إلى إعادته كما كان بكل تأكيد حينما تكون موجودة في مجلس النواب المقبل. بس خليني أتداخل بدني السؤال، يعني كلش مهم بالله إن متداخلات حقيقة بالفعل، يعني النفط أنا أريد